الآن إلى الفيديو رقم 2 من معيار المحاسب الدولي رقم 36، وهو المعيار الفيديو رقم 10 في سلسلة معايير المحاسب الدولية International Financial Reporting Standard. Always at the end of this video، وكل فيديو بضع لينك للفيديو رقم 1، so that كل شخص يجي لأول مرة ممكن يبدأ بالفيديو رقم 1. في نهاية الفيديو رقم 1 بيجد لينك للفيديو رقم 2، وفي 2 كذلك للفيديو رقم 3. طيب، تكملة لموضوع الـ impairment of asset، قلنا إنه recoverable amount أو carrying amount the higher of both. طيب الـ impairment إحنا قلنا في الفيديو السابق هي الفرق بين carrying amount والـ recoverable amount. إذا كانت الـ recoverable amount أقل، فبالتالي يكون في impairment. أما إذا الـ recoverable amount أعلى من الـ carrying amount، ما في impairment، we don't need to do anything. So what we mean by recoverable amount، قلنا هي المبالغ you can recover from use or sale of the asset، وهي الأعلى منهم. يعني recoverable amount هي الـ higher of both fair value less cost to sell. يعني مثلا خلينا نقول عندنا carrying amount 10 دولار، والـ fair value مثلا 10، ولكن there is cost to sell it of 1 دولار، معناها fair value less cost to sell هي 9، والـ value in use هي القيمة من استخدام الـ asset عن طريق الـ net present value بنحسبها. فنأخذ أيهما أعلى ونقارن بالـ carrying amount. طيب the value in use calculation is a measure of future cash flows. يعني عادة بنجي نعمل projection أو توقع للكاش اللي بيجي من استخدام الأسد كأسد قائم بذاته، أو لو كان بيعمل ضمن مجموعة أسد تجذر زي جنريت كاش، تجذر زي جنريت كاش، يعني أسد من غير بقية الأسد كان not generate cash. مجموعة أسد generate cash together بيسموهم cash generating unit، وحدة بيجي منها cash flow together. أي أسد منها يطلع الوحدة ككل كان not generate، أو إذا كان الأسد لوحده generate cash، بنشوف الكاش فلوز in and out في المستقبل ونعمل لها discount. فهتكون هي دي الخطوتين، projection للكاش في المستقبل وبعدين a discount. نشوف الأولى estimate of future cash inflows and outflows. طبعا الأسيت بيجيب إيراد في شكل cash inflow وعليه مصاريف في شكل cash outflow. a net expected لأن حاجة أتكلم عن future هي expected اللي بنحصل عليه من الأسيت including the disposal of the asset. يعني السنة الأولى بيجي cash in 10 دولار، cash out 7، net cash 3، السنة الثانية كذلك، والثالثة والسنة العاشرة. مثلا في السنة العاشرة نفسه نشوف ال disposal value of the asset. مثلا it can be sold for 3 دولار تضاف لل cash flow الخاصة بالسنة العاشرة، ثم بعد ذلك نحسب ال discount factor based normally on the weighted average cost of capital اللي هو الـ risk free rate of return اللي هو العوائد اللي بتجي من الودائع في البنك أو من التريجري بيل اللي هي الـ risk free، ونضيف لها risk adjusted باستخدام الـ capital asset pricing model من الـ finance. فاللي بيطلع ده الـ discount factor. You don't have to worry about the finance و capital asset pricing model. معادلة دي أنا موجودة عندي في السلسلة بتاعت البلاي ليست اسمها Corporate Finance، شرحت فيها Capital Asset Pricing Model وال Weighted Average Cost of Capital وال Net Present Value، كل الفاينانس اللي ممكن يقابلكم في شهادة الـ SCCA والشهادات اللي بيبيعها أو حتى الـ CFA Chartered Financial Analyst. فده ما موضوعنا، موضوع احنا عندنا الـ Discount Factor نعمل للـ Cash Flow، القيمة اللي بتطلع دي اسمها الـ Value in Use اللي هي الـ Net Present Value. ناخد مثال على الـ Cash Generating Unit، إنه هي مجموعة أسيت each one separately can not generate cash. ده المثال الجاي، A bus company عندها عقد مع
سلطات التعليم المحلية في مدينة ما إنها تنقل التلاميذ إلى المدارس. والتلاميذ عندهم 10 طرق أو 10 مدارس بتسلك الباصات عشان توصل الطلبة. في واحد من الطرق دي one route is making losses، بيعمل خسائر لأنه there are few students there، مثلا منطقة ريموت، منطقة بعيدة أو كذا. المشكلة بتكون وين؟ you cannot walk away from a loss making route، لأنه العقد كله تجذب، العقد كله the bus company does not have the ability to withdraw from individual routes، يعني مش من حقها ال10 routes يقول عايز الروت 1 2 4 5 مش عايزينه، 6 7 8 مش عايزينه، وهكذا، لا all or none. فبالتالي the 10 routes together will be cash generating unit واحد، cash generating unit واحد. طيب نشوف ال impairment how we recognize it. recognize دائما قلنا recognition معناه تسجيل الأصل في الدفاتر. recognizing everything that means simply تعمل debit و credit وتسجل. the recoverable amount of an asset is less than its carrying amount، يعني لو كانت ال recoverable أقل معناها في impairment، ونحن لازم ننقص ال asset من ال carrying amount لل recoverable amount. The difference is impairment loss، وبتؤخذ في الـ profit or loss account، ودائما debit impairment of asset القيد. The impairment is recognized immediately in the profit or loss unless the impairment is in relation to revalued asset. النقطة دي مهمة جدا جدا. إذا الـ asset أصلا ما عليه revaluation دي immediately مباشرة debit impairment loss credit the asset اللي هو property plant equipment، خلاص الديبت اللي هو الريفا impairment loss بتمشي الـ income statement أو profit or loss account زي أو أي expense أو خسائر. أما إذا كان الأسيت أصلا معمول له revaluation من سنة أو سنتين أو عدد سنوات، معناه في revaluation reserve حسب المعيار رقم 40 اللي هو عندنا هنا موجود في أظن رقم 7 فيديو 7 وفيديو 8، الاثنين فيديو دول بيتعاملوا مع International Accounting Standard 40، لكن الفيديوهات من 1 لـ 4 هي المعيار 16 Property Plant and Equipment، هناك في الـ Revaluation Reserve. طيب زي Impairment Loss أولا وفي الـ Revaluation Asset اللي يعني عنده Revaluation Reserve نستخدم الـ Loss في تخفيض الـ Revaluation Reserve حسب المعيار 16 اللي بتجده في سلسلة الفيديوهات من رقم 1 لغاية 4، ثم ما فاض عن ذلك بيمشي الـ Income Statement. فلناخد مثال: An entity has a property was originally bought for $500. بعدين subsequently السنة الجاية أو بعد ما معروف متى حصل valuation upward ب 300 500,000 valued at 800 وحصل 300,000 recognized in other comprehensive income as revaluation surplus أو revaluation reserve حسب المعيار 16. Okay. What happened? الـ carrying amount of the property subsequently في year ما في سنة ما $750,000 due to finding that the land on which the property stands is contaminated، يعني ملوثة، the entity has undertaken an impairment review. ظهر تلوث في الأرض فبدأوا يعملوا impairment لأنه في indication of impairment، ووجدوا إيش؟ the fair value of the property is now estimated to be $300,000. And the value in use is 400,000. احنا بناخد الاعلى، وهو الريكفربل مان احنا قلنا هو الاعلى من الفاليو ان يوز او الفير فاليو. فهنا الفير فاليو 300 والفاليو ان يوز هي 400، يبقى الريكفربل اماونت هي 400 والكارينج اماونت زي ما قال هو كارينج اماونت 750. يبدو جليا ان هناك في امبيرمنت من 750 ل 400، من 750 ل 400 اللي هي recoverable amount، يبقى في impairment 350. The impairment is 350 has occurred، يعني حدث impairment 350، الأسيت من 750 لازم ننقصه ل 450. تخفيض قيمة الأسيت من 750 ل 400 معناه credit asset property plant عشان تخفض قيمته، لأنه الأسيت أصلا debit.
طيب ذا اسيد از امبيرد باي 350 ل 750 ماينس 450 750 كاريج اماونت ناو و 400 ريكفربل اماونت يبقى في 350 750 ناقص 450. كيف نتعامل مع ديبت وكريدت؟ نقول ديبت ري فالويشن ريزيرف. لو تتذكروا ان الاسيد اوريجينالي قيمته 500 وعملنا ري فالويشن ل 800 ففي زيادة 300، وتعمل other comprehensive income في revaluation surplus بهذا القيد debit property and equipment credit revaluation reserve أو revaluation surplus زي ما هو قال هنا. فإحنا عندنا already رصيد credit لل revaluation reserve 300، وعندنا impairment 350. We should apply 350 first على ال revaluation reserve. هو كريدت لازم نجعله ديبت ب 300 كامل، ديبت امبيرمنت لوس 50 المتبقية والريفالويشن ريزيرف اللي هي 300 وال50 اوت اوف 350 ما تبقى ديبت امبيرمنت لوس، يبقى كريدت بروبرتي بلانت اكويبمنت. لما اعمل كريدت بروبرتي بلانت اكويبمنت معناه خفضت الاسيت من الكارينج اماونت 350 ماينس 350 هتصبح 400، وهي الريكفربل اماونت اللي نحن المفروض نسجل بها قيمه الاسيد. طيب لسه احنا في الامبيرمنت، ناخذ مثال ونكمله الاجابه عليه في الفيديو اللاحق. طيب نشوف a piece of machinery was originally acquired for US dollar 100 دولار. قيمتها اشتريناها originally when we don't know، تاريخ غير مهم يعني، ب 100,000. It was expected to have a useful life of 10 years and no residual life. معناها 10 years 100 divided 10 years معناها depreciation annually 10,000. At the start of the year 6 يعني في نهاية الـ year 5 بعد 5 سنة المفروض القيمة تكون half of it. And was down 10 in demand and market and led to impairment of the asset. لأنه في انخفاض في الطلب. The impairment قيمة $20,000. Although it is expected that the asset will continue to have remaining five. يعني a remaining useful life هي نفسها. طيب احنا قلنا اشتغلنا 5 سنة، في بداية السنة السادسة القيمة carrying amount 50,000 لأنه عمل depreciation بخمسين. 50,000 minus 20 now impairment أصبحت ال carrying amount 30,000. 30,000 في 5 سنوات الباقية 5، 30,000 زائد 5 بتعطي 6,000 depreciation بعد ما كان 10,000. At the end of the year 5 the asset had a carrying amount of 50 زي ما قلنا من شوية، 100,000 تقسيم 5 سنوات عمل يبقى ال carrying amount 50 وال impairment 30 20 سوري، معناها ال asset should have a recovery amount of 30 which should be depreciated over the remaining 5 years. 30 على 5 6,000 زي ما ذكرنا. An impairment loss has been identified for the group generating unit to which goodwill has been allocated. يعني لو في عندنا cash generating unit مجموعة أسيت ومن ضمنها موجود goodwill وحصل impairment للunit ككل، لازم to apply the impairment first على goodwill وما تبقى بالنسبة والتناسب. بالنسبة والتناسب توزع على هذه النسبة والتناسب قراراتها على بقية الأسيت. يعني you have to apply loss first على الإمبيرمنت. ناخذ مثال اللي أنا قلت إنه حنشوفه في الوحدة التالية. A car generating unit contains تتكون من property plant and equipment 60,000 وفيها patent 40 وفيها goodwill 20 واليونت كلها كأسيت 120. ماذا حدث؟ An annual impairment review is required as the car generating contain goodwill. The amount, the most recent review assessed the recoverable amount 90 والcarrying amount 120 والrecoverable 30 في loss $30. دي كيف هنتعامل معاها؟ ده هيكون موضوع الفيديو القادم اللي هو هيكون فيديو رقم 11.